مرحبا جميعا، معكم أحمد من قناة أحمد الكيلاني. اليوم يا أصدقاء رجعت لكم فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم يا أصدقاء راح يكون موضوعي عن طريقة عمل انترو باستخدام موقع بانزويد. أتمنى يعجبكم الفيديو ولا تنسوا لايك واشتراك في القناة. في البداية تقوم بالذهاب إلى أي متصفح لديك وتذهب إلى خانة البحث وتقوم بكتابة بانزويد، وسأضع لكم رابط الموقع في الوصف. ثم تدخل إلى الموقع الأول باسم بانزويد. ستظهر لك هذه الواجهة فيها مجموعة من الانتروهات. تقوم بالنقر على الخيار الأزرق لرؤية العديد من الانتروهات. ستظهر لك مجموعة من الانتروهات كثيرة، يمكنك الاختيار الذي يعجبك من بينها. واختصارا للوقت، قمت بإيجاد انترو للقيام بالتعديل عليه والشرح عليه. كما تشاهدون، هذا هو الانترو. لرؤيته يجب عليك النقر على صورة العين ومن ثم خيار التشغيل. وكما تشاهدون، هذا هو الانترو الذي اريد التعديل عليه. طريقة التعديل سهلة جدا. تقوم بالذهاب إلى خيار المربع الموجود على يسار الشاشة، وستظهر لك عدة خيارات بإمكانك التكبير والتصغير لرؤيتها بشكل أوضح. ستذهب إلى مكان فيه أو مكتوب فيه جروب وجروب نيم. سيضع لك كل حرف له 3 خيارات أو أكثر حسب نوع الانترو الذي تختاره. هناك بعض الانتروهات يكون موجود فيها حرف واحد. طريقة التعديل سهلة جدا، كل ما عليك فعله هو القيام بالنقر على الحرف ومن ثم تذهب إلى الموقع المكتوب فيها الحرف وتقوم بحذفه، ومن ثم تقوم بوضع الحرف البديل له. نفس الطريقة يجب أن تفعلها مع الحرفان الباقيان. كل حرف من هذه الحروف له 3 مواقع في هذا الانترو، هناك انتروهات يكون فيها أكثر. نفس الطريقة، ويجب أن تدقق على إذا كان الحرف كابيتال أو سمول. وسأقوم بتسريع الفيديو من هنا حتى لا أطيل الوقت. يمكنك إضافة أكثر من حرف في نفس المكان في حال لما يتبقى أي مجال. بإمكانك مثلا حذف الحرف الأخير ووضع حرفين أو 3 في نفس المكان. أما الخيارات الموجودة في الأسفل فهي للتحكم في اللون وحجم الخط ونوع الخط وغيرها من الأمور. وبذلك تكون قد أنهيت الانترو. طريقة التنزيل سهلة جدا، تقوم بالنقر على أيقونة أو شكل التنزيل، وفي البداية تختار الخيار وهو Good Quality، وبعد ذلك تقوم بالنقر على خيار Start Render Start Video Render. ويمكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت حسب قدرة ومواصفات الجهاز لديك.
ثم تقوم بنقر على خيار داونلود يور فيديو، سينقلك إلى صفحة أخرى، تقوم بإزالة الإعلان ويبدأ تنزيل الفيديو. وبذلك يكون الانترو جاهز وبإمكانك استخدامه في فيديوهاتك. أتمنى يكون أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا لايك واشتراك في القناة.